اوكي، ابل اخيرا اعلنت عن موعدها المؤجل. مؤتمر ابل اللي كان المفروض نشوفه بشهر الثالث راح نشوفه بشهر الرابع، ومثل ما توقعنا التواريخ كانت 13/20/27، وسبق ونشرت هذا الشيء كذا مره، لكن تم تسريب الخبر من منو؟ من سيري. وانا بنفسي من شفت الخبر ما صدقت، لذلك راح اسال سيري بنفسي واخذت تسجيل للشاشه حتى انه اثبت لكم انه انا سبق وشفت هذا الشيء، لانه هذا الشيء ما طلع لكل الناس. سيري سربت الخبر لما تسالها شو وقت موعد ابل الاخير، راح تقول لك ان الموعد راح يكون يوم 20 من شهر ابريل، يعني قبل موعد الاعلان الرسمي سيري نشرت الخبر. اوكي، بعيدا عن المؤتمر اللي كنا شبه متاكدين انه راح يكون بشهر ابريل، شنو اللي راح يكون بهذا المؤتمر؟ شنو الجديد؟ مثل ما نشوف انه لوجو بالوان وبتفاحه ابل اللي طايره خارج ابل بارك، لكن الشيء المتوقع اللي راح يكون بهذا المؤتمر هو الايباد برو الجديد اللي راح يكون بالميني ال اي دي، ال5G، الثندربول الجديد بدل اليو اس بي سي، خواص جديدة مثل الاي 14X، واشياء داخلية قوية جدا تخليه يكون الاقوى والافضل حتى من هواي كمبيوترز موجودة حاليا بالاسواق. هذا هو الايباد برو الجديد، لكن راح يكون بنفس الديزاين، راح يكون بنفس السعر، ممكن ايباد برو 12.9 او 13 انش، سموه مثل ما تسموه، راح يكون شوية يتأخر بالسوق بسبب انه الانتاجية مهتة، اكو مشاكل بالانتاجية، لكن اتوقع انه راح يعلنون عن هذا المنتج مع ال 11 انش ومع بقية المنتجات اللي ناويين يعلنون عليها هذا الشهر، لكن المشكلة انه يمكن راح يتم تأخير شحن هذا المنتج هو تحديدا بسبب الانتاجية وقلة المواد الأولية أو ما إلى ذلك، يعني أكو مشاكل بالإنتاجية راح تخلي ممكن يكون يتأخر حتى يوصل للأسواق. هذا بالنسبة للآيباد برو اللي تقريبا شبه متأكدين تقريبا 99% راح يكون موجود بهذا المؤتمر. آيباد برو نفس الديزاين، 5G، ميني LED، ثندربول بدل USB-C، وأشياء داخلية مثل A14X اللي مبني على أساس M1. وبعدين عندنا AirTags، المنتج اللي صار تقريبا سنين ننتظره، صار تقريبا سنتين ننتظر هذا المنتج اللي يشتغل بالألترا باند تكنولوجي، مثل ما ذكرنا اللي مثل التايل اللي يشبه السمارت تاكس من سامسونج، لكن يشتغل بخواص خاصة به اللي تخليه يكون أفضل وأحسن وأدق عملا. ابل راح تطلق هذا المنتج همنا بنسبة جدا عالية انه راح نشوف هذا المنتج، وهذا هو السبب انه كان اكو مؤتمر مع طبعا الايباد اللي راح يحصل على تحديثات كبيرة بسبب الميني LED اللي يتطلب شرح ونماذج وما الى ذلك على هذا الموضوع. AirTags ممكن يجي مع بعض الاكسسوارات اللي تخليك تقدر تستخدمها مع مثلا مفاتيح السيارة، مع مفاتيح البيت، او مع مثلا حيوان اليف، او مع جنطة مهمة، او فشي اشياء مهمة، فاكيد ابل راح تستغل هذا الموضوع وراح تخلينا نحتاج بعض الاكسسوارات اللي راح تطرحها بهذا المؤتمر. فهي الشغلات الرئيسية اللي راح نقدر نشوفها بهذا المؤتمر بشي شبه مؤكد. الشيء الثالث اللي ممكن نشوفه هو M1X او M2، يعني معالج ابل الثاني مع الماكس الاي ماك، فهذا الشيء متوقع جدا جدا، خصوصا بعد تسريب صور للماك الجديدة اللي تكون الوانها جدا شبيهة باللوجو، فممكن نشوف هذا الشيء، ممكن نشوف M1X او M2 مع الاي ماك الجديد اللي راح يكون بديزاين جديد، اللي راح يكون بدون حواف، اللي راح يكون جدا رفيع، تقريبا رفع يشبه الايفون حسب ما تقول المصادر، فراح يكون فشي كلش حلو. هذا هو المنتج الثالث اللي نتوقع نشوفه، ولو انه انا اتوقع ممكن انه هذا الشيء يخلوه على مؤتمر المطورين، لانه هذا يحتاج الى اعلان اكبر بعيدا عن باقي المنتجات. الشيء الرابع اللي ممكن راح نشوفه هو الايربودز الجيل الثالث، وهذه همينا تم تسريب بعض الصور لها وبعض المعلومات اللي سبق وحكينا عنها في هاي القناه، وسبق وحكيت عنها في فيديوهات راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف في بلاي ليست كامل لكل تسريبات ابل لهاي السنه، اخرها كان الابل واتش، لذلك اذا تحبون تشوفوها بعد هذا الفيديو تقدرون تشوفون بلاي ليست كامل، كل الاشياء كل المعلومات راح تكون بالتفصيل، لكن هاي هي الاشياء اللي ممكن نشوفها بهذا المؤتمر، هاي هي الاشياء اللي نتوقع نشوفها بهذا المؤتمر، ايباد، ايربودز، M1X او M2 مع الماك الجديده والايربودز جيل الثالث. وبس هذا كان فيديو اليوم عن بعض الشغلات اللي ممكن نشوفها في مؤتمر ابل القادم، واذا حابين تشوفون كل شيء اول باول لا تنسون تضغطون لايك على الفيديو وتشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس. سلام.